أهلا 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 بيكم. بصوا، هو طبعا النهاردة اليوم حافل، واليوم مليان بحاجات حلوة ولطيفة وظريفة إلى أبعد الحدود. بس أنا يمكن النهاردة اتمشيت حبة كده على رجلي. أنا حكيت لكم امبارح أن أنا غاوي تمشية يعني، فكنت بتمشى كده حبتين في وسط البلد، يعني من شارع القصر العيني للميادين المختلفة ما بين ميدان التحرير لطلعت حرب المصطفى كامل وحاجات زي كده، وقاعد عمال بتفرج على المباني الرائعة الجميلة بتاعتنا في وسط البلد. طب احنا كلنا متفقين على ده، بس كمان لازم نتفق على انه المجهود دلوقتي اللي بيبذل لإعادة إحياء، لو صح الكلام يعني، القاهرة الخديوية، القاهرة الإسماعيلية، سميها زي ما تسميها، مش دي المسألة على الإطلاق، مجهود رائع وحلو. المباني رجعت شكلها جميل ولسه مستمرين، يعني في مباني بالفعل اتجددت وترممت وبقت 100 فل و14، ولسه في مباني شغالين فيها، وقاعد عمال بتفرج على السقالات محطوطة، وحاجة عظمة على عظمة، حاجة ما فيش ولا أجمل ولا أبهى ولا أروع من ذلك، يرفع كده من حالتك المعنوية ويبسطك، يفرحك بجمال مصر، القاهرة الساحرة، المدينة التي لا تنام ولن تنام أبدا، هتفضل دايما قاهرة المعز والقاهرة الخديوية، أحلى بلد في الدنيا. والله يا أخي لف مهما تلف ما هتلاقي في حلاوة ولا جمال بلدنا، واللي أحلى وأحلى هو المصريين. إحنا شعب جميل، شعب لطيف، شعب طيب، حلاوة روحه باينة دايما كده على وشه، ده بجد مش هزار. قعدت بقى عمال أتفرج وحاجات زي كده، وبعدين جه في بالي بصراحة، ما أنا كل ما بتمشى يجي في بالي فكرة، يعني عارفين كده، زي ما أنا كنت بتمشى ناحية العتبة الخضراء وكنت أناشد وأطالب وأرجو دكتور مصطفى مدبولي الالتفات إلى ميدان العتبة الخضراء والمباني الحلوة اللي فيه، أنا بقى إيه عندي حاجة وسط البلد شغالين فيها زي الجن، حاجة عظمة على عظمة. يعني أنا نفسي نفسي إن شوارع وسط البلد دي، أنا مش عارف إزاي بصراحة، يعني مش عايز أفتي بأن أنا لدي الحل اللي مش عارف إيه خالص، نفسي شوارع وسط البلد دي ما تمشيش فيها عربيات، تبقى شوارع للتمشية فقط، يعني نمشي فيها على رجلينا. طيب ولو احتاجنا وسيلة للانتقال داخل شوارع القاهرة الخديوية نعمل ايه؟ يا سلام لو انه وصلنا الى حل ما متعلق بعربيات كهرباء كده شبه عربيات الجولف او ما شابه، ايا كان، تبقى هي دي وسيلة الانتقال. تخيل بقى حجم التلوث ينخفض إلى أي مدى، وساعتها هتلاقي نفسك بتتمشى وانت مستمتع بالفرجة ومش مستاء من انه لا في تلوث ولا في زحمة ولا في كلاكسات ولا حاجة خالص. وسط البلد دي لو بقت كلها شوارع للمشي والترجل زائد وسائل انتقال كهربائية صديقة للبيئة، والله لا تبقى من أغلى عواصم الدنيا. طبعا دي احلى ولا نيويورك؟ احنا دي احلى المباني القديمه. طب دي احلى ولا واشنطن؟ احنا. طب دي احلى ولا باريس؟ احنا. دي احلى ولا برلين؟ احنا. دي احلى ولا فيينا؟ دون مبالغه والله العظيم برضو احنا، وده جد مش هزار. اتمنى انه حل زي كده يبقى قابل للتطبيق. انا بقولش يلا بينا يا دكتور مصطفى لازم، انا مش عارف اذا كان الحل ده قابل للتطبيق ولا لا، بس لو قابل للتطبيق تعالوا نقعد نبحثه ونتدارسه، ويمكن يؤدي إلى نتيجة وحلم في يوم من الأيام يتقال حلمها واحد بني آدم بيشتغل مذيع اسمه يوسف الحسيني. نعود إلى اليوم الحافل. النهاردة استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وعقدت جلسة مباحثات منفردة أولا، بعدها كان في جلسة موسعة ضمت وفدين من البلدين، ناحيتنا بطبيعة الحال وإخواتنا أشقائنا المحببين دائما إلينا من السودان. واستعرض الوفدين أو استعرض رجال البلدين كل العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بما يرقى لمستوى العلاقة السياسية بين قوسين دي من عندنا، والتاريخية والنسب والمصاهرة والحضارة المشتركة، فضلا عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي الطرق والكهربي.
بين البلدين. كمان الجانبين بحثوا تطورات ملف سد النهضة، وتم التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين مصر والسودان، باعتبارهم بالنسبة لنا كلنا احنا الاثنين، احنا شعب واحد، وهي مسألة أمن قومي لينا احنا الاثنين. ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل للاتفاق القانوني العادل المنصف الملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة. طيب في الشأن الليبي شدد الجانبين على ضرورة دعم كافة الجهود للتوصل لحل سياسي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلا عن دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واطلاعها بمسؤولياتها، ودي طبيعة الأحوال، إلى جانب ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين من الأجانب تماما في مدى زمني محدد، وده تنفيذا للقرارات الأممية والدولية المتصلة بنفس ذات الأمر. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بسعادتك سيادة السفير. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك سيادة السفير. مهم عندنا أن احنا يمكن نحاول نفهم أهمية الزيارة في ظل التوقيت يا فندم. لا شك أن الزيارة لها أهمية كبيرة جدا في هذا التوقيت، أولا على مستوى العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع الداخلية في السودان، وأيضا فيما يتعلق بما تشهده المنطقة والعالم من بعض التطورات ذات الأهمية البالغة والتداعيات على العالم، سواء في مجال الأمن الغذائي أو فيما يتعلق بالأمن بصفة عامة. لا شك أن الأوضاع في السودان يعني مرتبطة ارتباط وثيق بالعلاقات ما بين مصر والسودان، باعتبار أن هناك روافد عديدة بتتأسس عليها العلاقة ما بين البلدين، سواء كان ذلك من خلال ثوابت الجغرافيا أو وقائع التاريخ أو الوشاج الاجتماعية والثقافية أو شراكة مصر والسودان في مياه النيل أو شريان النيل، فضلا عن الأمن المتبادل بين الجانبين. لا شك أن الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني هما وجهان العملة واحدة، مما لا شك فيه. لا شك أيضا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مرتبطة أساسا بالمصالح المشتركة، نتحدث عن البلدين بأنهما شعب واحد في دولتين، وبالتالي المصالح واحدة سواء كانت ذلك في أي مجال من المجالات. العلاقات يعني كما ظهر من البيان أنها شملت جميع الملفات، سواء كان الملف الأمني، الملف السياسي، الملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي، وطبعا كان على رأس هذا كله هو الأمن القومي المائي، وأقصد بذلك ملف سد النهضة. واضح تماما أن هناك تنسيق وتشاور ومواقف تكاد تكون متماثلة فيما يتعلق بهذه القضية وبقضايا أخرى عديدة تمس الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وفي القارة الأفريقية بصفة عامة. يعني إحنا على سبيل المثال هناك لا شك أن هناك تعاون أمني وعسكري تم الإشارة إليه في البيان، وهذا طبعا على خلفية ما نلاحظه من أن هناك نوع من المناورات المشتركة والتعاون المشترك والتأكيد على أهمية الأمن لكلا البلدين بما فيه طبعا الأمن القومي المائي. هناك أيضا تدريبات عسكرية ومناورات مشتركة تمت ومن المؤكد أنها تجري وتتم أيضا، وهذا أمر له دلالة كبيرة جدا فيما يتعلق بما يلحق بما يجري من تطورات في المنطقة، سواء منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر ربطا أيضا بمنطقة الخليج. ونحن نشهد أن هناك يعني تحركات وزيارات متبادلة على المستوى الرفيع، سواء من جانب مصر مع دول الجوار أو من جانب الآخر مع مصر. ويمكن نحن شفنا زيارات عديدة لوزراء خارجية ورؤساء دول خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بالأمن والاستقرار في المنطقة.
يمكن جات القضية الليبية على قمة الاهتمامات باعتبار أنها تمر أيضا بمرحلة حرجة فيما يتعلق بالتوصل إلى أمن واستقرار ليبيا وشيوع السلام في داخلها، أساسا بضرورة يعني منع أي تدخل خارجي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وأن يمتلك الليبيون يعني العملية السياسية بأنفسهم دون أي تدخل خارجي. وأعتقد أن هذا الموقف يعني مرتبط أيضا بموقف مماثل من جانب السودان أو من جانب البلدين في هذا الصدد. ربما أيضا إذا تكلمنا عن الجانب الخاص بالعلاقات الاقتصادية، وإحنا يمكن شفنا في الفترة الأخيرة تداعيات الأزمة الروسية، الحرب الروسية الأوكرانية على العالم كله وعلى المنطقة، المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وأيضا هنا المسألة مرتبطة بالطاقة والغاز والأمن الغذائي طبعا، وده طبعا يعني خلينا نهتم بشكل كبير فيما يتعلق بالعلاقات ما بين الجانبين في هذا الصدد، باعتبار أن السودان بما لديه من إمكانيات وقدرات يمكن أن يكون يعني أحد الدول التي يمكن تتصدى لأزمة الغذاء بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية. العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وما بين السودان هي علاقات يعني تطورت بشكل كبير جدا مؤخرا، لأن تم تحقيق بنية تحتية قوية في جميع المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وأقصد بذلك الطرق البرية والنهرية والبحرية والربط الكهربائي والسكك الحديدية. أيضا هناك اهتمام كبير بزيادة حجم الاستثمارات خاصة في قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية، ونحن نعلم أن هناك منطقة صناعية مصرية تم إنشائها في الخرطوم، وبالتالي التطور ما حدث في البنية التحتية وأيضا ما حدث من استثمارات وما تم التوافق عليه على ضرورة تطوير هذا المجال، ده من المؤكد سيدفع العلاقات ما بين البلدين في هذا المجال إلى مجالات أرحب وأوسع. مصر أيضا في مجال العلاقات ما بين الجانبين في المجال الاجتماعي، وأقصد بذلك مجال الصحة والتعليم، يعني جائحة كورونا وما حدث فيها وما واجهه السودان في مخاطرات عديدة من أزمات طبيعية، كان لمصر دور في دعم السودان في هذا المجال، وخاصة احنا نعلم في مؤتمر القمة الأوروبية الأفريقية الذي عقد مؤخرا تم توجيه يعني تم توفير إمكانية قيام 6 دول من بينهم مصر في إنتاج اللقاحات وتوفير التكنولوجيا الخاصة في هذا المجال. مصر كان لها دور أصلا في إنتاج اللقاحات وفي دعم النظم الصحية وبناء القدرات في هذا الصدد، وخاصة أيضا مع السودان بصفة خاصة. نحن نعلم أن في هذا الصدد كان هناك دور مصري محوري في دعم السودان في هذه المرحلة. طب سيد سفير، يمكن الكل يتفق، لا أحد يختلف على الإطلاق، على أنه الأمن القومي المائي المصري السوداني هو ركيزة أساسية في خلق حالة أمنية مستقرة في المنطقة ككل، مش بس في القارة الإفريقية. سيد سفير صلاح حليمة، يرى إلى أي مدى هذا الاجتماع اليوم بالمباحثات المنفردة زائد اجتماعات وفود البلدين، سواء إذا كانت على المستويات الاقتصادية أو على مستويات أخرى متعلقة بمناقشات اجتماعية إلى آخره، هي داعمة للوصول إلى اتفاق عادل ملزم منصف بشأن سد النهضة؟ يعني إلى أي مدى تؤدي إلى تحريك مياه راكدة لو صح التعبير؟ شو سعادتك، يعني إحنا في المرحلة الآن يكاد يقترب بموعد الملء الثالث وفي الصيف المقبل، ولا شك أن ما تم حتى الآن فيما يتعلق بالملء الأول والملء الثاني ومحاولة التشغيل لم يحقق الأهداف المنشودة لأثيوبيا مهما قيل في هذا الصدد، لأن كلا المرحلتين الملء الأول والثاني لم يحققها
الكمية المطلوبة، وأيضا في عملية التشغيل لم يتم التشغيل كما كان يعني يرجى منه. لكن الاستمرار في التصرفات الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع، هذا أمر يعني لابد وأن يواجه بمواقف حازمة، لأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل، اتفاق قانوني ملزم منصف وعادل لملء وتشغيل سد النهضة الواعي يعني ظروف وأوضاع واحتياجات الأطراف الثلاثة ومصالحهم المشتركة هو أمر حتمي لا بديل عنه، وهذا أمر يتفق مع القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأنه لابد من أن يكون هناك تحرك من أجل التوصل لهذا الاتفاق في وقت زمني محدد وقريب، وإلا سيكون هناك مخاطر جسيمة على الجميع. صحيح جدا سيد سفير، مخاطر على الجميع، نتمنى انها لا تحدث على الاطلاق. خليني اشكر سيد سفير صلاح حليمه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه. ونروح بقى قبل الفاصل، بقى احنا النهارده الاربعاء يعني خميس جمعه، هوب رمضان دخل علينا، يا سلام عليه لو يطول والله العظيم، يبقى 12 شهر في السنه. طب ما اطمعش خليها 11، انا موافق. قبل حلول شهر رمضان تقريبا 48 ساعة ويهل علينا الشهر الكريم بخيره وببركته وبعظمته، تشوف أحياء القاهرة الحلوة اللي زي القمر، وهي بقى إيه بتنور بالمصري كده بالبلدي الشعبي، يقولك بتلعلط بفوانيس رمضان، وتتملي الشوارع بالناس والأطفال اللي بيشتري الفوانيس واللي بيشتروا حاجات رمضان. الفانوس في رمضان ده حدوتة من أيام الفانوس أبو شمعة وإحنا صغيرين، كان الفانوس النحاس نشتريه ونحط فيه الشمعة، وطبعا هو شيء خطر يعني، كان دايما يبقى فيه معانا مشط كبريت علشان نولع الشمعة، وناخد الفانوس ونلعب بيه في الشارع قدام البيت، ونقعد نغني ونضحك ونهزر ونلعب الألعاب بتاعة رمضان، ونشتري الحاجات بتاعة رمضان ونلعب الحظ بتاع رمضان، كان فيه بتاع كده مش فاكر مسميه البخت، ايوه كرتونه بخت كده، وتشتري واحده وتشخبطها يطلع لك تحتها كان قرش ساغ على ايام يعني، فما كانش خمس قروش، الخمس قروش كانت بتشتري حاجه، فكان بقى يطلع لك تحتها قرش ساغ، فانت بقى شطارتك ان انت تقعد قدر الامكان تختار مربعات صائبه عشان تجمع خمس قروش عشر قروش تشتري بيها حاجه لطيفه يعني. عادات رمضان في وجهه نظري لا يجب ان تنتهي على الاطلاق، علموا عيالكم الفانوس اللي بجد، مش فانوس كرومبو وفانوس باتمان، فانوس مش بقولك بشمعة بس فانوس. اتفرجوا على التقرير. أنا بحب القديم، بس طبعا بجيب للأحفاد حاجات حديثة بقى اللي طالعة ليا الصيني الحاجات دي، لكن أنا بحب القديمة وبجيب واحد ليا قديم، ليه البطيخة والشمامة، الإزازة من واحدة كحلي واحدة أحمر أخضر، الحاجات التقليدية بتاعتنا بتاعت زمان. في فوانيس حلوة قوي زي اللي هناك دي الصغنونة اللي ورا دي، وفي فوانيس تانية بيبقى بيحطوها زي ديكوريشن كده في البيوت، دي بتبقى حلوة قوي برضو. وفي بقى اللي هي الخشب دي، بس أنا بحب أكتر اللي هي المعدن الملونة دي، بحبها ليها أشكال القديمة. القديم بالنسبة لنا إحنا حلوة قوي، بس بالنسبة للأطفال الأشكال اللي هي بتلف دي وبتدور كده بتغني وبتلف وهلال وعروسة والحاجات دي. أنا بيعجبني الفوانيس القديمة اللي هي دي عشان شكلها حلو والمعدن بتاعها حلو. الصراحة كلها جديدة يعني شكلها تحفة، وحاجات أنواع يعني أنواع مختلفة كلها. في تورتاية طالعة جديدة السنة دي، وبوجو طمطم برضو طالعة جديدة السنة دي، وكل حاجة طالعة جديدة السنة دي يعني. أهلا بيكم. أنا عايز أكلمك حبة على ما قد تطلق عليه إن أردت التكامل العربي العربي، أو علاقة الأخوة ما بين العرب وبعضهم البعض، والعلاقة اللي ما بتبقاش قايمة بالأساس على فكرة المصالح المتبادلة أو المصالح المشتركة، لأ
هي قايمة على أساس أكبر وأعمق من كده بكتير، قايمة على أساس متعلق بأواصر، بمحبة، بتاريخ مشترك، بأقدر أسميها التعاون المستمر اللي يمكن ظهر بشكل أو بآخر من وقت ما كنا زمان من بعد البعثة المحمدية على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وانتشار الإسلام في المنطقة فيوحدها. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى ادى المنطقة دي هدية، هي الوحدة اللي حصلت من أول المغرب لحد العراق والكويت وخط الخليج العربي والدول اللي موجودة دلوقتي. طيب، من قبل ما تبقى أو يبقى هذا الشكل بتاع الخريطة موجود، كانت هذه الوحدة، وبدأنا، خلي بالك احنا كانت لغتنا مختلفة، احنا بنتحدث بلغة، أهالينا في الشام بيتحدثوا بلغة، أهالينا في المغرب العربي بيتحدثوا بلغة، شبه الجزيرة يتحدثون اللغة العربية بطبيعة الحال وهكذا. فتجمعنا بسبب أو نجتمع بسبب البعثة المحمدية على لغة، وتصبح الغالبية العظمى إن لم تكن كلها تتحدث نفس اللغة وإن اختلفت اللهجات، ومن هنا بدأت العلاقات تبقى أكثر وطادة، ما بقيناش شعوب متفرقة وإنما توحدنا، وبالوقت وبالتاريخ وبسبب السياسة أصبحت وحدتنا تتبلور أكتر وأكتر، ونقف جنب بعض أكتر وأكتر، ونفضل طول الوقت إيد واحدة أكتر وأكتر. طيب، فتيجي تشوف النهاردة الوديعة التي أودعتها المملكة العربية السعودية شقيقتنا العزيزة بلاد الحرمين، يا رب اطلع عمرة في رمضان. نفسي، كنت لسه بتكلم النهاردة أنا وصديقي وزميلي حازم الحديدي إن احنا لازم ناخد بعضنا ونطلع نعمل عمرة في رمضان، فقلت له النبي يا حازم أنا صعب عليا العشرة الأواخر، بيبقوا زحمة عليا والسن ما خلاش صحتي زي الأول. طبعا حد يضحك. المهم، فالسعودية تضع وديعة بالبنك المركزي المصري ب5 مليار دولار. طيب، بس كده؟ لا، نشهد النهاردة، عشان كده بقول لكم اليوم النهاردة الحافل بقى، نشهد النهاردة شكل من أشكال التكامل الاقتصادي والاستثماري ما بين البلدين. طب ازاي؟ تلاقي النهاردة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيشهد مراسم التوقيع على اتفاقية ما بين الحكومتين المصرية والسعودية. طب ايه الاتفاقية يا عم يوسف؟ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في مصر، ده اللي حصل النهاردة. أظن حجم الاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها بإذن الله تقريبا في حدود 10 مليار دولار، لو أنا متذكر بس الأرقام مظبوط. واليوم بتاعي الحافل بقى أنا النهاردة، إنه كان يوم مزدحم ما يكونش بوظ لي مخي حبتين. طيب، بيجي هذا التوقيع تقدر تسميه ليكلل إيه؟ ليكلل اجتماعات عقدت ما بين البلدين حتى تعجل بإنهاء هذه الإجراءات المتصلة. دائما أي اتفاقات اقتصادية واتفاقيات الاستثمار المشترك بتبقى إيه؟ بتاخد وقتها في الاجتماعات والمباحثات والبحث والفحص وما إلى ذلك. ما هو ده في الآخر خالص استثمارات، اقتصاد، فلوس، لازم كلنا نبقى طالعين بإذن الله سبحانه وتعالى كسبانين، كلنا، لازم السعودية تكسب كويس جدا، لازم مصر تكسب كويس جدا، لازم إحنا الاثنين نبقى بإذن الله كسبانين، ناجحين، سعداء، وده الهدف الرئيسي. طيب، وبالتالي تم التعجيل بكافة الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية ما بينهم حقيقي. وبالمناسبة ده كان بالاستناد لتوجيهات قيادة البلدين في مصر وفي المملكة. ليه؟ احنا الاثنين مصر والسعودية، هل في حد يختلف على انه دول القطبين الكبيرين في هذه المنطقة؟ لا احد يختلف على ذلك اطلاقا اطلاقا. وبالمناسبة كم المحبة اللي بتكنها السعودية وكل دول الخليج
وبالمناسبة هو كل الدول العربية كل المحبة اللي بيكنوها وتقديرهم لمصر والأدوارها التاريخية تقابلها أيضا محبة من الجانب المصري وتقدير أيضا من الجانب المصري. طيب اللي أنا عايز أقوله لك أنه في ظل ظروف كلنا بنقعد نتفرج عليها في العالم بقالنا من يوم 24 فبراير حتى هذه اللحظة، اقعد فكر كويس جدا، كل دول العالم دي دايما عندها استعداد تتخانق مع بعض، وكل دول العالم دي دايما عندها استعداد للاحتراب، حرب ما بينها وما بين بعض، صح؟ إلا منطقة واحدة بأمر ربنا سبحانه وتعالى بلطفه، كويس؟ ده أولا، ولأنه هو فعلا المنطقة شعب واحد إلا المنطقة العربية. ولما حد يفكر في حرب لازم بنوقت فورا هذه الأفكار، لما نفكر في أنه خلاف قد يكبر أو أنه يتعاظم لازم فورا نوقد هذه الأفكار وننهي هذه الخلافات. ده طول الوقت اللي احنا بنعمله في منطقتنا العربية بأمر الله سبحانه وتعالى، ده أولا بلطفه أولا، لكن كمان هرجع أقولك هو شعب واحد، وده أهم حاجة أنا عايز بس أوصلها لك. المسألة ما بين مصر والسعودية، مصر والإمارات، مصر والكويت، مصر والبحرين، مصر وكل الدول العربية، المسألة كلها متعلقة بأن احنا كلنا شعب واحد، ومتعلقة بأنه كلنا دايما هنبقى واقفين في وجه عدو واحد إن وجد عدو، وهنبقى دايما واقفين جنب بعض إن وجدت أزمة، وهنبقى دايما بنفكر في مصالح بعض المشتركة بمنتهى البساطة. ليه؟ لأن إحنا مش مجرد دول جوار، إحنا مش مجرد دول بتجمعها مثلا اتفاقية ومنظمة اسمها جامعة الدول العربية، ولها مننا دايما كل التقدير، وليها عندنا دايما كل الفخر والاعتزاز. المسألة في المنطقة العربية أكبر وأعمق وأكثر ثقة وموثوقية من ذلك. طيب خليني أخدك على الملامح الرئيسية بقى لحاجة اسمها وثيقة سياسة ملكية الدولة. ايه هي هذه الملامح؟ طب يعني ايه هذه الوثيقة؟ ما انت لما هتيجي تشوف مثلا قدامك كده عنوان وثيقة سياسة ملكية الدولة انت هتتلخبط، صح؟ طيب تعالي ناخد معانا الخبير الاقتصادي الشهير استاذ مصطفى بدرة. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا استاذ يوسف، كل سنه وحضرتك طيب وكل مستمعينك ومشاهدينك، ويا رب مصر والوطن العربي يبقوا في احسن حال يا رب دايما، ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. اللهم يا رب يا فندم. يمكن كنا عايزين نحاول نفهم مع بعض ونفهم قدر الامكان بقى المشاهد بالتبسيط الرائع بتاع حضرتك لما نطلق عليه وثيقه سياسه ملكيه الدوله، ملامحها ايه؟ تعني ايه؟ خلينا نقول يا فندم بمنتهى البساطة، الدولة بتحاول تفتح مجال كبير للقطاع الخاص. حلو. بمعنى ان الدولة النهاردة عندها مجموعة من الأصول. جميل. الأصول دي في عدد من الأنشطة، صناعية، زراعية، طبعا خدمية، وطبعا السيد الرئيس بينتهج نهج ان هو بيعمل مشروعات، وحتى يمكن كلنا بنشهد دايما بيناشد القطاع الخاص تفضلوا خدوا المشروع كملوا واعملوا قيمة مضافة لهذا الأمر. صحيح، والرئيس قال كده أكتر من مرة. تمام. فعشان السيد الرئيس وضع رؤية مع الأجهزة الاقتصادية يرفع عبء وثقل من على أجهزة الحكومة، سواء بقى إدارية، يعني ما تقعدش تدير كل حاجة في البلد، وما تقعدش الدولة تستثمر في كل الأنشطة وتكون متشعبة، وكمان تدي مساحة أكبر للتركيز في الأنشطة اللوجستية أو الأنشطة اللي احنا بنسميها لها البعد القومي الكبير. وهتدي باقي استثمارات وباقي مشروعات للقطاع الخاص. كويس. بنشوف تصور جديد لسياسة جديدة، السياسة دي الدولة بتقرها إن شاء الله بتسمى وثيقة سياسة ملكية الدولة. حلو. الدولة هتاخد المشروعات اللي هي ذات بعد أمن قومي، وطبعا هتخلي بعض من المشروعات ليها منافس. ببساطة كده يا أستاذ يوسف، يعني إيه؟ يعني مثلا
المونوريل او اللي هو القطار الكهربائي السريع، ممكن الدوله تديه المستثمر تقول له اتفضل خد استثمر فيه واديني ضريبه كل نهايه سنه. وهتبقى انت منافس مع شركه ثانيه في وسائل نقل ثانيه او استثمار ثاني. كويس. وتبتدي الدنيا تتوسع ويجي شركه اجنبيه تصرف وتدي تطويرات وخدمات وقيمه مضافه للمشروع، وبعد مده ممكن طبعا ينتقل المشروع ده للدوله. ده في حاجات كتير مشابهه لدرجه التطابق بتحصل في انجلترا وفي فرنسا وفي المانيا، صح كده؟ طبعا يا فندم، في كتير. والدول العربيه كمان يا فندم، وحضرتك اكيد سافرت دول عربيه ومنها الشقيقه الامارات، حتى في الطرق. أيوة. بتديك بعض من الطرق اللي هي بتكون ذات سرعه عاليه سالك، وبتقدم ليك طريق سالك الشهير كده. أيوة. طريق السالك اللي هو ما بين دبي وما بين ابو ظبي. أيوة. او العكس يعني. وطبعا بتبقى ده بالنسبه لك فرصه ان انت تنتقل من مكان لمكان، بتستغل قيمه الوقت. صحيح. وطبعا بيستغلوا قيمه الفلوس، واللي بيبني ده مستثمر عايز يحط فلوس يكون ليها مردود وعائد. جميل. وطبعا ازاحه، عشان ما يكونش بقى الكلام حضرتك عارف ده بتاع كل شويه، ازاحه القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والمزاحمه ومش عارف ايه وبتاع، لا ده هيبقى في رؤيه واضحه اللي عايز يستثمر. انا تعبت يا استاذ مصطفى بصراحه، يعني الدوله تستثمر يجي يقول لك هو الدوله داخله في كل حاجه، ندخل القطاع الخاص يقول لك انتوا هتخصخصوا كل حاجه، طب هم عايزين مننا ايه طيب؟ خلي بال حضرتك دايما هيبقى فيه انتقاد، ودايما هيبقى فيه اصل خلي بالك كل واحد بيبص على الناجح يعني. معلش ما حدش ياخد شركه خسرانه طبعا. لما لقى الدوله نجحت ولقى ان في نهج، ما انت حضرتك بتشوف السيد الرئيس واقف على كل تفصيله في كل مشروع. صح. المشروع بينجح. صح. انت حضرتك هتبص على شركه حكومه مثلا خسرانه؟ لا، هتبص على النجاح اللي واقف عليه الرئيس وتعب عليه. أيوه. واللي انجزه في مده في 5-6 سنين ما انجزوش الدوله في 20-30-40-50 سنه. والله انا غلطان بينك اكتر بصراحه. ما انا بقول لك يعني. فبيبص بيقول لك ده الدوله واخده. طب انت ما الدوله بتعرض عليك تعالى اتفضل خد اهو دلوقتي بامكانياته اللي انت فيها دلوقتي، يقول لك لا انا ليا شروط. لا، ما انت يا تاخد الناحيه الايجابيه يا اما ارجوك ارتكن بقى وخليك على جنب ما تتكلمش. يعني هو ده اللي احنا بنقول للمستثمر مش عايز. في مستثمرين يا استاذ يوسف النهارده بتخش الدوله المصريه زي ما حضرتك تفضلت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين اعزه الله هو ولي العهد، في دخول استثمارات منهم الوديعه النهارده. واستثمارات ب 10 مليار دولار. ليه يا فندم؟ علشان مصر بتنجح في مشروعات بتنميه كبيره، الدوله السعوديه بتخش تستثمر فيها، هي عايزه تكسب واحنا عايزين نكسب، هتطور المشروعات دي، هتدي اضافه كبيره. برضه لسه الامارات صندوق السيادي الاماراتي من صحيح كام يوم دخل، ودخل على شركات كبيره بيدي قيمه مضافه. قطر لسه داخله ب 5 مليار تعمل استثمارات. صحيح. احنا النهارده يا فندم ان حضرتك بتقول كلمه ليها يعني كل تقدير، الوطن العربي ده يا فندم ان لم يتشابك اقتصاديا وسياسيا واخويا هتكون الفرقه ما بيننا مدى العمر. لازم نتشابك شعوبنا وهنتاكل الاستثمار. واحنا ياما اتاكلنا زمان. احييك، هي دي الكلمه. خلي الشعوب يا فندم تتماسك اقتصاديا وسياسيا حتى نقول قادرين واقفين على رجلينا، نوطن الصناعه، نوطن التجاره ما بيننا، نزيل الصعوبات كلها، نركن كل المشاكل. شايف في حضرتك العالم النهارده في ازمه جائحه كورونا حصل ايه؟ صح. بقى ياكل بعض. طب شفت حضرتك في روسيا واوكرانيا العقوبات اللي بتتحط بيها يا فندم على روسيا حقيقه تدرس. نعرف ازاي ان بيطوعوا المؤسسات العالميه اللي بيقول لك ذات سياده وامن قومي ومش عارف ايه لخدمه للاسف صراع الحروب اكتر. علشان كده التجمع اللي احنا بنشوفه النهارده السيد الرئيس في اسبوع يا فندم، كميه اللقاءات اللي بتتم دي ليها بعد كبير قوي، ان احنا بنجمع ولا نفرق. صح. سياسه الوطن العربي ان احنا نكون مشتغلين مع بعضنا، ده ربنا بيحب اليد العامله. فعلشان كده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اخيرا يا فندم الوثيقه دي ذات اهميه، اتمنى بس منها نقطتين مهمين. اتفضل. ان يكون فيها متابعه دائبه من الحكومه علشان ما تتركش القطاع الخاص يستغل المواطنين. حلو. الامر الثاني ان تتم على مراحل. ليه؟ علشان التجربه تقاس. يعني لو احنا النهارده هنطرح مشروعات ولقينا ان الاداره اللي جايه بتاعت القطاع الخاص دي مش مدركه لقيمه الوطن
او لقيمه مصر او لقيمه الشعب المصري، نحاول ان احنا نرجئ هذه التجربه مع الدوله دي او مع الشركات دي وندخل شركه ثانيه. الوثيقه محطوطه لثلاث سنين، اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نقننها تقنين دقيق، وان شاء الله هتكون بنجاح لمصر ولكل المساهمين ولكل المشتركين باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي. دول كلمتين الاخر دول خلاصه رائعه جدا، وانا واثق بالمناسبه ان الحاجتين هيتعاملوا. واحد هو المتابعه المستمره والدقيقه لاداء القطاع الخاص في هذه المشروعات، علشان بنضمن ايه؟ بنضمن انه تقديم الخدمه المتميزه دون ان يكون فيها ضغط اكتر مما ينبغي على المواطن، ولا حتى ضغط ينبغي يعني اصلا. ادي واحد. اتنين، هي المساله بتاعت انها هتتقسم، وانا اظن ان الدوله كمان عندها دايما تجاربها في ان احنا بنعمل اول بروتوتايب، يعني مع الفارق طبعا. ولما جت الدوله وعملت مشروع التامين الصحي الشامل، اتعمل ايه؟ بروتوتايب الاول في بورسعيد، وبعد كده ناخد البروتوتايب او النموذج الاولي بتاع بورسعيد ده وابدا اطبقه في اربع محافظات تانيين، وبعد كده ابدا اخده عشان انا بشوف بقى انا بحقق ايجابي، اذا كان لا قدر الله في شيء سلبي مش مفهوم زي ما يقولوا الجماعه كده الانجليز هيكبس، فيبقى نعالجها علشان في المحافظه 2 3 4 5 الى ان امتد ل 27 محافظه ابقى انا شغال زي الفل زي الفل. بالمناسبه هو ده باذن الله اللي هيجرى. لو انت شفت حاجه واحده حصلت في مصر من 2014 حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه ما مشيتش بالطريقه دي، يبقى لك الكلام. احنا طول الوقت قاعدين مركزين تركيز ما اقولكش ما اقولكش، كاننا في يعني نوبه حراسه. ليه؟ لانه هقولك تاني، مصر خلال الكام سنه القصيرين اللي فاتوا دول ما عندهاش ولا هم غير همها الطبيعي الواحد. الدولة مش عايزة غير حاجة واحدة، إن سيادتك تعيش كويس عيشة كريمة. لهذا السبب كان دايما العنوان الأهم والأكبر والأبرز لأكبر مبادرة عملتها مصر، بل هي أكبر مبادرة باعتراف المؤسسات الدولية كلها على مستوى العالم، اسمها كده حياة كريمة. فثق تماما عزيزي المواطن، مفيش حاجة هتفوت، وكل حاجة هتتعمل دايما لمصلحتك وبالمقاس عليك، بس كده. طيب ماتش امبارح، هو يا جماعة في حد في الدنيا يقدر ينكر انه كان بيتشخبط في عينين لاعبتنا بالليزر؟ يعني ما انا وانت وغيرنا يعني كنا ملايين نتابع الماتش بتاع امبارح وشايفين اللي بيحصل. يعني ايه ده؟ انت عايز الراجل ده يدخل جون ازاي يعني؟ يعني أنا النهاردة لما ألاقي مثلا بعض من زملائي وحاجات زي كده يقولوا لي إزاي صلاح يشوط الشوطة دي، ولازم أنا راجل أنا لا يعني ولا لعيب كورة ولا بعرف ألعب كورة، لكن على الأقل ما بعرفش ألعب كورة خالص بصراحة، بلعب كورة مي، لكن تيجي تقول لي أصل صلاح إزاي يشوط شوطة زي دي؟ يا راجل يا طيب، يعني أنت عايزه يشوط وهو وشه كله غرقان ليزر؟ يا اخي ده انت لما في حد بينور مش هقول لك كشاف عربيه باي لمبه الموبايل اللي ورا دي بتبقى وعينيا وتتنرفز وتتضايق وتتنرفز وتزعق وترفس وكل الكلام ده، صح ولا انا غلطان؟ الراجل بمنتهى الادب فضل محافظ على رباطه جأشه وضبط نفسه، لكن مش في ايده يعني انه يعمل تصويبه تهديفه سليمه يعني. طيب الجريدة أو سان البريطانية قالت كده، صلاح كجماعة الأجانب ليزر بنز، انت شايف العنوان عامل ازاي؟ ليزر بنز، أقلام الليزر. صلاح كان معميا، ده كلامهم هم، بأقلام الليزر في مهزلة، ده كلامهم هم نصا، في مهزلة ضربات الجزاء وتعرض لاعتداءات من الجماهير السنغالية، ومصير شكوى الاتحاد المصري ضد السنغال. خلونا نحاول نفهم أكتر حول هذا الموضوع، الشكوى ومصير هذه الشكاوى. أستاذ عبد المنعم شطة أو كابتن عبد المنعم شطة، أنا آسف، لاعب الأهلي السابق طبعا
يعني كابتن الكباتن وعضو اللجنة الفنية السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بحضرتك يا كابتن. أهلا أستاذ يوسف، أهلا بيك. يا كابتن أنا متشرف إن أنا سامع صوت حضرتك. حبيبي أنا سعيد جدا والله العظيم. بص أنا زملكاوي بس أنا طول عمري بحبك قوي وطول عمري كان نفسي نتقابل يعني والله العظيم ما بهزر وإن شاء الله لازم تشرفنا في الاستوديو يا فندم. عينيا. كابتن شط قول لي يعني الشكاوى دي هيبقى اولا احنا تقدمنا بشكوى شكلها ايه وفي راي حضرتك قد تؤدي الى الايه مصيرها ايه؟ على حسب ما انا عرفت ان الشكوى قدمت يعني لما حصلت اعتداءات على الاوتوبيس وحصل اعتداءات على اللاعبين بشكل في ريسيزم في عنصريه شتايم باسلوب غريب الشكل ممنهج يعني ما فيش حتى يعني حد بيبلغهم ده غلط ما حدش قال لهم يا جماعه احنا استقبلونا هناك استقبال كويس في مصر فيجب نستقبلهم كويس. الامور كلها كانت فيها يعني اجريشن فيها اعتداء واضح. بعد كده طبعا دخلنا في حاجات تانية، دخلنا في الجو الارهابي اللي اتعمل، الاستاد اللي دخلوه من بالليل احتلوه للجماهير ودخلوا بقى بشكل كبير غير منظم. وبعد كده بقى ايه بدات الشتايم في الملعب. دخلنا في المباراة شكلها طبعا كان متوتر جدا، الجمهور كان يعني متوحش. كل الأمور دي أثرت في أول ربع ساعة تأثير يعني سلبي جدا في منتخب مصر. طبعا الشكوى اللي عملها الاتحاد المصري يقول لك شكوى كان فيها نوع من عدم احترام للضيف، إنه المعاملة كانت شديدة القسوة، الجماهير المصرية تم اعتداء عليها، اللعيبة يعني من ما نزلوا من المطار في المطار وجدوا تحرش واضح. كل الحاجات دي الحقيقة الشكوى الاتحاد كانت سريعة جدا وتم طبعا إرسالها للاتحاد الأفريقي عشان ينظر لها. وبعد المباراة طبعا لما حصلت موضوع التحكيم وحصل موضوع التراشق بالزجاج المياه وبعد كده حصلت بقى الليزر بوينترز اللي كانت موجودة في الاستاد بشكل مكثف جدا، كل الحاجات دي طبعا يعني يجب على الاتحاد المصري انه ياخد حقوقه ولازم يبعث الشكوى وما يتركش الامر كده، لانه الاتحاد السنغالي لم يحترم حقيقه المنتخب المصري، لانه الاتحاد السنغالي كان له دور كبير جدا انه يمنع اللافتات والبانرز اللي كانت محطوطه فيها كلها فيها ريسيزم وفيها عنصريه واضحه. الامور دي كلها طبعا انا اعتقد انها شكوى كانت حقيقه مهمه جدا عشان على الاقل الامور لو مشيت كلها سلبيه بالشكل دوت عمرنا ما هنتطور في افريقيا وعمرنا ما هنلعب كره قدم من اجل المتعه ومن اجل الفير بلاي. هي دي كل القصه بالتفصيل، انه المباراه ما كانتش مباراه كره قدم، كانت معركه فيها نوع من القسوه الشديده جدا وعدم احترام الخصم حتى في الملعب، والحكم نفسه كمان ساعد على ذلك الحقيقه. طب كابتن شطه هنا بقى يجي سؤال، هل من حق الحكم انه يوقف المباراه لحين انتهاء هذا الشكل من اشكال المشاغبه او المضايقات اللي تعرض ليها اللاعبين بتوعنا والجمهور؟ الحكم دوره داخل الملعب فقط، كان يجب عليه لما حدفوا ازايز الميه على 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 الشناوي. أيوه. والشناوي يعني اشتكى وكانت واضحه جدا الازازه اتفتحت حتى كمان الميه ترتشت قدامه وهي خبطته في رجله يعني خبطت. يعني هي خبطته في رجله وكان اشتكى يعني للحكم، الحكم خطأ كبير جدا انه لم يوقف المباراه ولم يبلغ المسؤولين اللي في الملعب اللي هو المراقب والمنسق اللي موجودين شغلتهم دي، شغلتهم لما الحكم يطلب انه الازاز يمنع والحاجات دي تمنع لازم على المراقب والمنسق يجيبوا مدير الامن يجيبوا الوزير يجيبوا الدنيا كلها، لازم هذا الموضوع يمنع تماما. ممكن ما يتمناش تماما لكن يجب عليه يكون في تدخل. الحكم لم يطلب حتى انه مسؤول كبير من المسؤولين الامنيين يجوا، في حاجه اسمها سكيورتي اوفيسرز، سكيورتي اوفيسرز دول شغلتهم في الملاعب كره القدم ان يكونوا موجودين يمنع كل الحاجات دي، لكن مش لاقي ولا شايف سكيورتي اوفيسر ولا شايف حتى المنسق نزل ولا شايف حتى الحكم طلب. واضح انها الحقيقه كانت في سلبيه شديده جدا موجوده من الاجهزه اللي كانت كلها من داخل الملعب، وكان يجب على الامور دي تسيطر عليها بشكل افضل او تقلل نسبها خصوصا في الاخر. تمادوا جدا في ضربات الجزاء والبوينترز اللي اتحطت في الليزر دي كانت كميه كبيره جدا ما شفناهاش في اي استاد قبل كده، انك تشوف اكثر من 2000 او 3000 ليزر دي حقيقه كانت ظاهره
العالم كله هيتحدث عنها. انا دخلت على كل المواقع الانجليزيه والمواقع الاوروبيه والمواقع في كل اللغات والله، لقيت هذا الامر هي تحدثوا عنه بشكل كبير جدا، لانه محمد صلاح الواجهه بتاعتنا ويعني لعبنا القدير، انه لما حصلت حاجه بالشكل ده كل العالم تحدث عنها الحقيقه وشجبوها بشده. عشان كده الفيفا طلبت التقرير سريعا تجي لها من الاتحاد الافريقي. طيب تعتقد يا كابتن شطه انه من الوارد انه يتم اعاده الماتش مره تانية؟ انا يعني ال 20 سنه اللي قضيتها بالاتحاد الافريقي وبطولات في كل انحاء العالم ما فيش مباراه اعيدت بحذف زجاجتين ثلاثه او 10 او 15 وليزر. الليزر حتى في اللوائح عقوبته غرامات، ما فيش قال لك لو في ليزر او تمادى. انا حتى النهارده طلعت اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي قلت اشوف يمكن لو في ليزر انه ممكن يكون في اعاده، بصيت لقيت ان الليزر ده عقوبته كلها غرامات يعني حتى متدرجه من 10,000 دولار ل 70,000 دولار يعني. فواضح انه الحقيقه الشكوى مهمه، لكن اعاده المباراه بدون ان يكون هناك اصابات واضحه منعت لعيبه تستكمل المباراه زي ما حصل في زيمبابوي لما ضربوا المدرب ووقع على الارض. واحنا عندنا ثلاث لعيبه خرجوا على النقاله. لا لا دي اصابات ملاهي، دي مش اصابات ماشي. طب يعني مش يبقى مثلا من حقنا ان احنا نطالب مش يبقى من حقنا ان احنا نطالب باعاده المباراه لانه المساله ما كانتش ليزر بوينتر زي ما حضرتك قلت، ده الاف البوينترز كانت بتوجه على اعين اللعيبه بتوعنا وعينين الشناوي وحاجه اخر لخبطه يعني، ده من شانه انه كان يخل بطبيعه الحال بالنتيجه النهائيه للمباراه. انا مش عارف العب حضرتك. انا يعني لو الاعاقه كانت واضحه نتيجه انه الليزر ده اصاب حد بصداع او اصابه مثلا مش شايف قدامه، الازازه خبطت في لعيب فتحت له دماغه اتشال في نقاله، دي تعيد مباراه تعيدها وتلغى كمان. لكن الحكم ما اداش اهتمام بالحاجات دي، والحكم في الملعب ما بيشوفش الليزر زي اللي بيشوف المراقب. المراقب قاعد فوق في التريبيون في المقصوره، فبشوف المفروض كان في اللحظه دي يبلغ الحكم انه في ليزر يجب ان يعني يوقف المباراه اذا ما الليزر ده ما وقفش ما يستكملش المباراه. ما حصلتش منه يعني حكم مصطفى الغربال كان يجب عليه انه ينبه المسؤولين انه الليزر ده هيخليه يوقف المباراه، وكان ممكن يوقفها ولو الحق يوقفها طالما اللعيبه مش قادره تلعب منه. دي حالات خاصه، لكن الحقيقه المباراة ماشية والليزر شغال والماء بتنزل في الملعب والحكم ما وقفهاش. فطبعا دي طبعا حاجات كلها ما تستدعيش إعادة المباراة، لأنه هي الوضع كان مش بهذه الـ يعني شكلا كده للجنة الانضباط. لما تقعد هتقول خلاص طبعا ما استكملنا المباراة وكده، وكان ممكن مثلا يحصل كذا كذا، نطبع اللائحة، جيب اللائحة، اقرا البند كذا، الله مش عارف ايه اللي كذا، طلع الحته دي راح علمها فيها كذا، ويطلعوا المبالغ ونخلص. كل البطولات اللي ما حصلش في بطوله من البطولات ان تم اعاده مباراه عشان ليزر او زجاجات مياه محدوده. هي انا اقول محدوده ليه؟ ما كانش يعني مثلا 20 مثلا ازازه مثلا 30 ازازه مثلا، مش عارف اظن اكتر. يعني انا بقول يعني المنظر بتاع امبارح ده كان منظر غريب. الشناوي يستدعي الحكم وما يلعبش الا لو الحكم استدعى حد مسؤول كبير، مدير امن الاستاد، مدير امن الاتحاد الافريقي المسؤول عن المباراه امنيا، سكيورتي اوفيسر، الكوردينيتور، كوميشنرز، كل دول لازم يجوا قدام الحكم ويقول لهم يا جماعه انا مش حكم المباراه. لكن الحكم كان ضعيف، كان مهزوز، كان خايف، وعشان كده ما اداش قرارات للمصريين بالشكل يعني الحقيقه اللي تحفظ حقوقهم. ستة او سبع انذارات ما اداش حتى فيها انذار، كلها انذارات صارخه، انذارات اصابت لعيبه خرجتها من الملاعب، اصابه عمر جابر دي كان يجب عليه انه يطردوا، الفار ما استدعاش الحكم، حتى الفار نفسه متواطئ. والله الفار مثلا رجحوا كارت احمر لم ياخذ به الحكم. كل لعبه زي دي الفار لازم يعيدها. هو كان وضع غريب. على كل حال كابتن شطه، انا سعيد جدا زي ما كنت بقول لحضرتك ومتشرف جدا بهذه المداخله، واتمنى ان احنا نتقابل قريب جدا 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 جدا. وكل سنه وحضرتك طيب اولا، ورمضان كريم كابتن عبد المنعم شطه.
غني عن التعريف. خلوني أقول لكم إنه النهاردة بالمناسبة رئيس الوزراء كان بيتفقد معرض أهلا رمضان في محافظة الجيزة بيسمع آراء المواطنين، وأكد دكتور مدبولي استمرار جهود الدولة علشان يتم توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة. أكد أيضا دولة رئيس الوزراء استمرار المعارض والمنافذ لما بعد هذا الشهر الكريم إن شاء الله، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من ناحية تانية، وزارة التموين قالت أنه في عدد من منافذ أهل رمضان عدد منافذ أهل رمضان وصل ل 8000 منفذ وأكثر من 200 شادر تابع لوزارة التموين. طيب بس كده؟ لا، و 1300 مجمع استهلاكي لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة. الوزارة، وزارة التموين، قالت إنه يا جماعة نبدأ صرف التموين للمواطنين اعتبارا من إمتى؟ اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد بكرة. ووضحت الوزارة إن إجمالي المستفيدين بلغ 64 مليون مواطن، بواقع 2 مليون بطاقة لصرف المواد التموينية. 22 مليون، أنا قلت 2 إيه؟ قولوا لي أنا قلت إيه يا أولاد؟ 2 مليون؟ ده أنا أخش فيها النار. ده أنا كده أبقى مدلس. 22 مليون بطاقة، يعني 64 مليون مواطن. أنا قبل الفصل عايز أحكي لكم على حدوتة على صاحبي مراد. مراد راح اشترى طبق بيض بالتليفون، تربت قالوا سوبر ماركت، مش هقول اسمه طبعا، انا عايز طبق بيض. قد ايه يا فندم؟ 30 بيضه. حاضر. راحوا بعتله طبق البيض. بكام؟ كذا. مراد دفع وهو مستغرب جدا، خد الريسيت، بص ايه ده جد. راح عامل ايه بقى مراد؟ مكلم جهاز حمايه المستهلك، او بالتحديد بعت لهم شكوى على واتساب وصور الوصل بتاع الدفع، الريسيت اللي جاي له ده. والله، وراح بعته على الواتساب. شوف بقى اللي حصل. 48 ساعة مراد ما كلمش السوبر ماركت، لا السوبر ماركت الو مراد دكتور في الجامعة، الو دكتور مراد ايوه احنا سوبر ماركت ترابات التي، اهلا وسهلا حضرتك، ليك عندنا 30 جنيه زيادة، اصل حضرتك دفعت ثمن طبق البيض زيادة 30 جنيه، خطأ صغير يا فندم. ولا خطأ ولا حاجة، هو جهاز حماية المستهلك طرقع للسوبر ماركت ده بمنتهى البساطة. عزيزي المواطن، كلم جهاز حماية المستهلك لو لقيت حاجة مش ولا بد. فاصل ونكمل الكلام. ترجمة
مبهجة، فهي مليئة بمعاني أكتر من جميلة رائعة، أغنية حلوة. الأغنية طبعا كتبتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت. أولا أهلا بيك. اهلا وسهلا. منورانا استاذ يوسف. مشتي خالص. ازاي الصحه؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله بخير تمام. مش حاجه اسمها استاذ ولا حاجه بقى. دلوقتي غير الاغنيه دي احنا عندنا قصص كتير مكتوبه. أكيد. وفي على القصه دي بالتحديد قصه السفينه ايفر جرين. أي. والست ايام. أي. وما الى ذلك. أي. الاول خليني اسالك، يعني ايه اللي خلاكي فكرتي تكتبي قصه للاطفال على دي تحديدا؟ هقول لحضرتك، اولا انا شايفه انه في انجازات كتير بتحصل حوالينا لازم الأطفال تعرف ده. ممكن تكون بتسمع ده في نشرات الأخبار أو بتشوفه في برامج، لكن لما تبقى فيه قصة ليهم على لسان طفل زيهم هتؤثر فيهم أكتر. المعنى الأكبر كمان اللي دفعني أكتب القصة إن وقت أزمة السفينة في الست أيام كان في كلام كتير، والسوشيال ميديا عليها حاجات ساخرة كتير إن إحنا مش هنقدر، والحفار. الأطفال كانت متأثرة بده، وأنا لأني يعني عايشة في منطقة القنال فكنت قريبة من الأطفال، وطبيعي يعني عشان أنا بشتغل مع الأطفال فطول الوقت أنا على صلة بيهم. ربنا الحمد لله وفقنا وفعلا في ست أيام عدينا الأزمة دي. ده كان حافز إن أنا لازم ده يوصل للأطفال. والحمد لله يعني بدأت الحكاية من لقاء مع الدكتور هيثم الحاج علي يوم تحديدا 30 مارس، تاني يوم تم تحرير السفينة، واتكلمنا وقلت له يعني الموضوع ده جميل، وقال لي طب يلا نعمل عنه حاجة. فبالفعل بدأت من تاني يوم أشتغل، أجمع المعلومات، أروح المواقع، أشوف إيه بالضبط اللي حصل، إيه السيناريوهات اللي كانت مقترحة لحل الأزمة. جمعت كل المعلومات دي وحاولت أبسطها للأطفال، وبدأ بقى هنا الأزمة بالنسبة لنا إن ده يتوظف في قصة وتبقى قصة مشوقة. إزاي مشوقة والطفل عارف نهايتها؟ اي قصه للاطفال لحضرتك بيبقى الطفل مستني شغوف هيشوف هتخلص على ايه، لكن هو هنا عارف اللي هتخلص على ايه. بس يمكن التناول، وانه الطفل اللي بيحكي لهم طفل زيهم وعايش مع جده قبطان علي بحار، والده قبطان اللي هو بقى بطل من ابطال تحرير السفينه. حلو. فكان الطفل متاثر ومرت عليه لحظات يقول له جده لا مش هنقدر، انا قريت كذا، يقول له لا هنقدر، فبدا يحكي له عن تاريخ القناه، احكي له عن يوم الامتحان اللي هو 14 و 15 سبتمبر. أيوة. لما المرشدين الاجانب انسحبوا من قناه السويس. أيوة. بعد تاميمها. أيوة التاميم. وبهدف انه يعني يربكوا المرشد المصري، ولكن استطاع المرشدين المصريين ان هم يقوموا بالعمل، فاصبح هذا اليوم عيد للمرشد. صح. اتكلمت عن السمسميه، اتكلمت عن عم عربي صديق الجد عامل الكراكه، الطفل اللي بيقراها يحس ان هو دخل منطقه القناه، عاش فيها وتاثر بمفرداتها وعاش لحظه الانتصار دي يوم 29 لما كانت البلد كلها في عيد ورجعت الملاحه بعد ما كانت متوقفه. فانا كنت حاسه انه دي رسالتي ان لازم اوصلها للاطفال. الكتابه للاطفال صعبه. صعبه. الى اي مدى؟ صعبة لأنه حضرتك بتكلم هنا بالذات في العصر ده، الطفل النهاردة بقاش زي زمان، هتكلمه بلغة أعلى منه هيحس إن حضرتك تتعالى عليه، هتكلمه بلغة بسيطة ساذجة هيحس إنك بتستهيفه يعني بالبلدي كده، مستعيله. فإزاي هتكلمه بلغة هو يفهمها وتديله ثقة إنك بتكلمه وإنت حاسس إن هو له كيان وبيفهم وعنده رأي وعنده رؤية، مش مجرد متلقي، لا هو فاعل. فلازم اخلي الطفل اولا يبقى حاسس ان القصه دي بتعبر عنه، بتناقش ممكن موقف هو مر بيه، مشكله يمكن هو بيتعرض لها، حاجه مرت عليه، حاجه سمعها، لا يعني لازم يبقى في حاجه مرتبطه بيه بشكل او باخر. المساله كمان اصلها يمكن اظن جزء من صعوبتها في تصوري المتواضع جدا، يعني انه الاطفال بتوع دلوقتي. أيوة. غير الاطفال اللي على ايامنا، يعني أكيد. انا لما كنت طفل اكيد كنت اكثر سذاجه بمراحل. أكيد. وقدرتي على الاطلاع على كل اللي بيحصل في الدنيا. أيوة. اقل بمئات ان لم تكن الاف المرات. بالزبط. فده جزء من الصعوبه. ده حقيقي. بوصل ازاي للطفل الحديث ده، طفل موبايل ولابتوب وانترنت وبلاتفورمز وكل حاجة، أوصل له إن أنا أكلمه بلغته بقى؟ يعني القصة دي لو حضرتك بتسألني عليها، أنا كان من أهم الأسباب اللي دفعتني إنه أكتبها إنه الأطفال بتتأثر قوي بالسوشيال ميديا دلوقتي، إنهم يعرفوا إن مش كل حاجة بيقروها حقيقية،
ويمكن سيادة الرئيس اتكلم في خطابه الأخير يوم الاحتفال بيوم المرأة وعيد الأم أنه يجب علينا الاهتمام بشخصية أطفالنا أكثر. أوكي. بعد الحوادث الأخيرة اللي بنشوفها من ابتزاز وما إلى ذلك، الطفل لما بينشأ عنده وعي وعنده إدراك وعنده انتماء وعنده حصانة أنه مش كل حاجة بيقراها أو بيشوفها على السوشيال ميديا يصدقها. فدي كانت القصة دي أكبر دليل، هو سمع في الست أيام دول حاجات وشاف فيديوهات ساخرة، بس في النهاية كانت الحقيقة إيه؟ أن إحنا قدرنا. قناة لا تعرف المحال. اللطيف بقى يا أستاذ يوسف أنه أنا ما توقعتش أنه القصة تجد هذا الصدى لدى الأطفال، وجدت صدى رائع، وبدليل أنه بعد كده قامت على هامشها بقى مبادرات يعني أو مسابقات. يعني أنا لسه كنت مؤخرا بحكم في مسابقة عملها هيئة قناة سويس مع مدارس الهيئة كلها في الثلاث محافظات لكتابة قصة. المسابقة كانت بعنوان القناة في عيونهم، كتبوا حلو. الأطفال 58 قصة وأنا قريتهم وقلت إنه كل الأطفال هتاخد شهادات تقدير وهتكرم، ولكن في بعض الأطفال قد يتميزوا بس إن هم عندهم خيال في كتابة القصة. والحمد لله الحفلة عملناها، والحقيقة أنا يعني بشكر سيادة الفريق أسامة ربيع إنه هو رغم مشاغله العديدة ورغم مسؤولياته جه بنفسه وكرم الولاد وادهم شهادات التقدير والجوائز. فدي كانت دلالة على إنه يعني بيشجعهم وإنه بيثمن إبداعهم. فكانت الحقيقة لفتة لطيفة جدا، والأطفال كانت مبسوطة جدا يعني إنه كتبوا قصص عن القناة. شفت كم الانتماء عندهم، كم الخيال عندهم، كم الفرحة إن إحنا قدرنا إن إحنا مصر تستطيع، وإن هم بعد كده هيكملوا المسيرة دي. هو ده الهدف. بعد كده جت في كتاب القيم واحترام الآخر للصف الرابع الابتدائي، وطلب مني إنه أكتب قصة عن موضوع السفينة إيفر جيفن. بس قصة مش هي دي بقى، يعني مش نفس القصة دي دخلت المنهج. لا، أنا كتبت قصة جديدة خالص. أنا أجي بقى. الخامس عشر من سبتمبر يوم ينتظره رامي كل عام ليحتفل بعيد ميلاد كريم أقرب أصدقائه وزميله بالفصل وجاره بالحي. ولأن كريم يمارس لعبة كرة السلة اشترى له رامي كرة هدية عيد الميلاد. وصل رامي إلى الحفل. عزوز عند الحتة وصلت زي عند القصة، وهو يقدم لعبة الحلوى ففتح قطن أسامة العلبة مندهشا وقال بسعادة وملكات وكاكا مرسوم عليها سفينة. الدخلة دي دخلة مليون جنيه بصراحة. يعني من العيد ميلاد إلى أنه الكيكة يبقى مرسوم عليها سفينة. هو طفل رايح يعني يحتفل بعيد ميلاد صديقه وجايب له هدية، وبعدين بيلاقي أنه الصديق ده عمه جاي في نفس اليوم، وصاحب العيد الميلاد عامل مفاجأة لعمه أنه عامل برضو كيكة أو تورتة مرسوم عليها سفينة. فبيقول له الله، هو عيد ميلادك نفس يوم عيد ميلاد عمك؟ فالعم بيقول له القبطان، يعني القبطان أسامة اللي هو بطل القصة هنا، قال له لا، أنا مش عيد ميلادي بس، ده عيد ميلاد كل المرشدين المصريين، النهاردة عيد المرشد. قال له طب والسفينة دي أنا شفت شبهها في التلفزيون. قال له ما هي دي السفينة اللي جنحت في قناة السويس. بيبدأ يحكي لهم الحكاية. حلو جدا ده، حلو جدا. فهي كانت مختلفة، بس في النهاية يعني بيقول له أنا نفسي أبقى بطل. قال له لما تحب بلدك وتخلص في دراستك ودايما تبقى فخر لأسرتك ولبلدك هتبقى بطل. أصلا أنا أحب قصص الأطفال حب حتى لحد دلوقتي. أنا عندي 47 سنة أحب قصص الأطفال. ده حاجة جميلة. طب يمكن أخيرا هسأل سؤال. اتفضل. هل فكرت أستاذ سماح أبو بكر عزة أنها تحول هذه القصص الحلوة الجميلة وبعدين ما يأتي أيضا يعني من نتاج قريحتها أنها تخليها تبقى قصص مروية محكية؟ كان مرة دكتور خالد منتصر أمد الله في عمره ربنا يخليه لنا جميعا كتب مقالة لطيفة جدا أنا بقى فرحان بيها أصلي قوي. أيوة. كان من كام سنة كده، فقال أنه مش فاضل عندنا في الصحافة حكائين غير إبراهيم عيسى ويوسف الحسيني. أيوة. فأنا مسكت في دي بقى. صحيح صحيح فعلا. ليه ما نعملش حاجة زي كده وتبقى أنا مش عايز فيها أي حاجة، بس نعملها بقى للأطفال في المدرسة، نعملها للأطفال في أصول ثقافة الطفل، حاجات زي كده. والله أقول لحضرتك أنا بعمل ورشات قرائية مع الأطفال كتير. جميل. يعني بروح أصول ثقافة، بروح مدارس. يعني عايز أقول لحضرتك أنه أنا من شهر كنت في مبادرة حياة كريمة في سيناء.
الله يا بختك. والله رحت قابلت الولاد هناك، ولاد عارف حضرتك بكر كده يعني. اولا اول حاجه لفتت نظري ما فيش ولا واحد فيهم ماسك موبايل، ولا واحد خالص، في كره نائيه يعني، ده عيل من الجنه. والله وعندهم ذكاء وفطره وسرعه بديهه رائعه. حلو. قعدنا وحكينا ولعبنا وانا كنت مبسوطه مش عايزه امشي. فانا الحكي للاطفال ده متعه. ولسه الولاد بيستمتعوا بالحكي. عارف ليه حضرتك؟ لانه الحكي ده فن. ان حضرتك ما تبداش تحكي القصه كده تديها لهم سهله كده، لا، الاول حضرتك تقول اسم القصه، وطب تفتكروا الاسم ده بيعبر عن ايه، طب انت لو في مكان البطل ده تعمل ايه، ونبدا ناخد من القصه على حياتنا بقى. انت لو كنت في مكانه هتتصرف ازاي؟ طب انت فعلا بتعمل كده؟ الطفل يحس هنا انه دخل جوه الاحداث. مش قاعد بيسمع، مش مجرد مطلق. هو بطل، هو جزء من هذه الحدوته. بالظبط. اول ما الطفل يحس انه فاعل بتلاقيه شخصيه مبادره وعندها حماس وعايزه تعمل حاجه، واي حاجه تتكلف بيها تعملها، ومش هتتكاسل او يعني تعتبر ان ده امر. لا، الأطفال ما بتحبش لا التوجيه المباشر ولا الأوامر ولا افعل ولا تفعل، دي قاتلة بالنسبة لهم، قاتلة. صح خالص. يعني ممكن تقول طب إيه رأيك لو كان كذا، نفس الطرح بس بشكل يديله هو القدرة إن هو هيختار، مش هينفذ. مظبوط مظبوط 100%. أنا عايز أشكر حضرتك قوي 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 على الحواديت الحلوة، وعلى النمط ده من التفكير والنشاط المستمر والمبادرات، ورايحة جاية دون كلل أو ملل عشان عندك إيمان بمنتهى البساطة. أنا عندي إيمان، وحاسة إنه من واجبي إنه الإنجازات حتى اللي بتحصل حاليا في البلد الأطفال تعرفها، يعني زي مبادرة حياة كريمة اللي بقول حضرتك شاركت فيها مؤخرا. صدرت لي قصص مع حياة وكريمة عن بنتين، بنت اسمها حياة وبنت اسمها كريمة. بيتقابلوا بنت، الاثنين مصريات بس واحده عايشه في بره في الولايات المتحده، واحده عايشه في اسوان. ماشي. فاللي عايشه بره بتيجي في اسوان في رحله، المفروض انها مع صديقات ليها وكل المعلومات يعني مسجلها على الموبايل، فبيحصل الموبايل بيضيع منها. فبتقف في المطار حيرانه مش عارفه تتصرف، بتتعرف على بنت من اسوان اسمها كريمه. كريمه. وهي بتلاقي لافتات في المطار حياة كريمة، يعني ما بتعرفش عربي بس معاها الحروف يعني، فبتكون الكلمة تلاقي اسمها، بتفرح قوي. بتكون الكلمة الثانية تقول كريمة، فبتلاقي بنت وراها تقولها أنا كريمة عايزة حاجة، وتبدأ الحدوتة. وتبدأ الحدوتة وتروح تعيش معهم في أسوان لحد ما يسألوا في الأوتيلات أو الفنادق عن اسمها في أي أوتيل محجوز، ومغامرات بيعيشوها بقى، وتكتشف في النص إزاي الدنيا اتطورت، ازاي الحاجات اللي حصلت فعلا هي بتلمسها بقى بشكل عملي مش كلام انسى. هو الخيال ده شيء رائع، هو بدايه كل شيء رائع في حياتنا، بدايه كل منجز جرى في تاريخ البشريه كان الخيال. زي اينشتاين قال لا تنقصنا المعرفه ولكن ينقصنا الخيال. صحيح، للاسف ينقصنا خيال كتير، لكن انا خليني اشكرك الاول. لا ينقصنا اطلاقا ان احنا ننسى حاجه زي كده، لازم اشكرك جدا على هذا الجهد الرائع. اشكرك جدا. انا بشكر حضرتك والله، ميرسي جدا. كريمة ممتلئة بالحياة. أشكرك جدا أستاذة سماح أبو بكر عزة، نورتينا وشرفتينا. ألف شكر لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. جدا وسعيدة أن كنت معكم. ده إحنا الأسعد ومتشرفين. أستأذنكم هنروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز أحد أصحاب هذا البيت الرائع، بيت التاسعة، كاتبنا وناقدنا السينمائي الكبير أستاذ طارق الشناوي. وحشنا من فترة والله العظيم أستاذ طارق، ينورنا حالا. فقرات اللي زي كده بقى تروح اعمل كده اهو عشان بنستعد بيها لايه؟ للاستاذ طارق. الاول منورنا يا استاذ طارق. الله يخليك. ازاي صح؟ كل شيء تمام يا رب. كل شيء نستعد بقى الكريم. للوليمه الرمضانيه الضخمه. نستعد بقى للسحور الرمضاني. بس قبل السحور الرمضاني نخش على وليمه الدراما الرمضانيه. ما هي بنعمل لغايه السحور، من الفطار للسحور. اوكي. طيب يمكن اللي انا عارفه مثلا ان احنا، انا شايف ان احنا عندنا كم لا باس بيه، بل هو كم هائل رائع من الدراما الرمضانيه متوزعه على مختلف القنوات والشبكات. احنا عندنا هنا في الاولى مثلا، وكمان موزعه يعني في كوميديا وفي اكشن، في كل الانماط، وفي السنه دي نسبه كبيره لوجود الكوميديا. انت عارف افتقدناها الفترات الاخيره. أوكي. الكوميديا بمعنى الكوميديا. لا المره دي فيها مش كويس قوي منها. والله انا اللي خدت بالي اكرم حسني مكتوب عليا. لا في كتير غير اكرم، يعني مثلا يسرى راجعه ده هيبقى كوميدي. اه اوكي. مين كمان؟
عندك اظن شكلها كده بتاع روبي عامله حاجه برضو فيها كوميدي. لا في اكتر من عمل كوميدي، في اكتر من حاجه كوميديه. طيب احنا عندنا مثلا في الاولى نازلين بحاجتين، يوتيرن وملف سري. يوتيرن هو ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد. وتوفيق عبد الحميد عوده الى الاستاذ توفيق، او يعود الينا الاستاذ توفيق عبد الحميد مره ثانيه. وسامح مخرج كويس، سامح عبد العزيز جدا جدا جدا. ومهم يعني انه يبقى فيه، لانه ريهام كان يعني ايه محتاجه فعلا لمخرج فاهم يوظفها صح. في تجارب الاخيره او اخر تجربه تحديدا ما كانش في فن قياده ممثل. اوكي. لا انا متصور انه وجود سامع بعيز هيفرق، لان ريهام موهوبه بس عايزه مخرج يعني ما تبقاش كده، يعني ما تبقاش حره مطلقه في كل حاجه، لازم كتابه ولازم اخراج. فواضح انه في الاخر يعني ايه ايقنت بده باهميه. أوكي. ده وملف سري هيبقى هاني سلامه. هاني طبعا له باع طويل، هاني من ايام المصير، بتكلم على ربع قرن. طبعا من ايام المصير، من اول ما بدات وكانت طلف كان، وانا كنت موجود اياميها، كان اليوبيل الذهبي، كان يوسف شاهين طبعا موجود وخد تكريم عن انجازه، والمصير عرض في المسابقه الرسميه، وهاني صعد على السجاده الحمراء لاول مره وهو لسه يعني في بداياته، يعني صحيح في العشرينات من عمره. يعني راجل له باع وله تاريخ. ما هو هاني سلامه من النجوم. السنه اللي فاتت كان عامل مسلسل حلو قوي. اللي ما بقدرش مش قادر اصدق انه هاني بيكبر في السن. يعني هاني اصغر مني بسنتين ثلاثه، ما ينفعش. هاني سلامه لازم يفضل طول الوقت هاني سلامه. لا مش من صالحه، لا لازم يكبر ولازم يتغير، وهو بيتغير. يعني شوف السنه اللي فاتت بين السماء والارض هاني كان متغير مش جداً. ده هاني اللي انت جداً. شفته مع يوسف شاهين طبعا. يعني لا بالعكس، ده هو ولا هو هاني سلامه بتاع لما كان عامل شخصيه واحد اسمه ليل اللي بيقتل الناس وبتاع. يعني برضه ده مش هاني سلامه يا جماعه اللي احنا نعرفه، مختلف. لا هاني بيتطور بيتطور. لا بيتطور، وانه الزمن مش مساله ان انت تبقى يعني محتفظ بالشباب بالمعنى المباشر لكلمه شباب، يعني يبقى ملامحك شابة والزمن ما قالش حاجة. لا الزمن لما بيقول كلمة، الزمن إذا الـ إذا الـ إذا الـ إذا الممثل ما خدش الزمن لصالحه الزمن يقتله. لازم الزمن بيغير فيك بس بيغير الإيجابي، مش شرط تغيير سلبي. يعني ويس. حتى لما بنكبر، حتى لما ملامحنا بتكبر، ما ده له بيفتح له سكة لأدوار أخرى طبعا. يعني فلا أنا رأيي إنه هاني مستوعب ده، وده يبقى يعني نقدر نقول ان هو لازم يتفق معاه هنا ذكاء الممثل في الاختيارات بقى، انه ما يحاولش يفرمل الزمن اكتر مما يجب. برافو عليك. في كتير قوي، في مقاس كتير لبعض الفنانات اكتر من الفنانين، انه وبعض الفنانين طبعا، لكن يعني الفنانات اكتر، انه يعني نصبوا الزمن العداء. والزمن لا يمكن لاحد ان هو ينكر ان هو قوي وتاثيره مباشر، ولا يمكن ان انت تنساه او يهزم. يعني الزمن يهزمك لكن لن يهزم، سيظل الزمن هو الزمن. خليه صديقك بقى. في نجوم صاحبوا الزمن وتطوروا صح، وفي لغايه اللحظه الاخيره صح. موجودين. وهنا المساله مش ملامح بس، ابداع. طب عبد الوهاب لغايه 90 سنه كان بيلحن صح وغنى. هي طبعا هي كذبه شويه، حكايه غنى دي مش صحيحه، انما لان هي دي يعني اللي انا سمعته ده مش حقيقي ولا ايه؟ ما انا هقول لك بقى، دي كانت عبد الحليم عملها 77 في البروفا. اوكي. عبد الحليم مات 77 زي ما انت عارف. فبعد كده اتخذت، وكان في مهندس عظيم الله يرحمه اسمه زكريا عامر، ده مهندس صوت مصري عظيم بامكانيات ضئيله جدا. بنتكلم على سنه كام؟ 77. الغنوه دي هو طبعا عملها نهايه الثمانينيات. خد صوت عبد الوهاب في البروفا. اوكي. ده مش صوت عبد الوهاب سنه 79 80 لا سنه 89 90 اظن حاجه كده. لا كان نهايه الثمانينات. ده مش صوت عبد الوهاب في اللحظه، ده صوت عبد الوهاب 77 وهو على البروفا بالعود. لا وخدها هذا المهندس العظيم وتركبت فرقه موسيقيه بتاعت احمد فؤاد حسن على عود واداء. ده مهندس صوت عبقري. زكريا عامر ده مهندس صوت عبقري ما خدش حقه الحقيقه. وبعدين كان مفروض منه ان هو ما يجيبش سيره، يعني في حاجه ان انت ممكن تعمل عمل عظيم جدا بس اوعى تجيب سيره انك عملته.
أيوه. لأنك لو قلت أنا عملته يبقى معناها باظت الدنيا. فهو اشتغل من الباطن، عمل كل ده ولم يبح باسمه لأحد للأسف. يعني ده عمل عبقري، صوت عبد الوهاب سنة 7 غبن حق هذا الرجل. بس خد بالك عبد الوهاب كان ساعتها كبير برضو، كان عبد الوهاب مواليد سنة 1، يبقى ده معناها 76 سنة. 76 سنة. بس كان لسه صوت. قدرة عظيمة على ان انا اغني بهذا الشكل وانا عندي 76 سنة. بس الناس سنة. كلها هو قرروا في شركة صوت الفن مجدي العمروسي ان هم نعمل اللعبة دي، عبد الوهاب في التسعين او يقترب من التسعين وبيغني، فانت خلاص خلصت جابون. لو قالك في 76 تقول عادي يعني، حلوه بس يعني ما هياش مبهره قوي. هي حركه ما تصحش بصراحه. يعني كان لازم نبقى عارفين يعني انا قعدت العمر ده كله من سنه 90 عشان ما سالتنيش. صح. يعني 32 سنه انا قاعد متصور ان استاذ عبد الوهاب الله يرحمه غنى في هذا السن بهذه القوه وبهذا العنف. لا هي تركيبه اصلها اتعملت بشكل ذكي جدا قوي. كان برنامج حديث المدينه يعني كاتبنا الكبير استاذ مفيد فوزي والاعلامي العظيم مفيد فوزي طبعًا. كان بيعمل وكان سعيد لسه مكسر الدنيا يعني، كلنا كنا نتفرج عليه طبعا، ما كانش فيه فضائيات انت. فعمل البروفا، فانت شايف عبد الوهاب في البروفا فمصدق. انت شفت البروفا. ايوه. فانا بقول لك ان ده عبد الوهاب سنه 27، تقول لي ازاي ده انا شايف البروفا بنفسي. صح. صح. فاتعملت صح يعني، اتعملت لعبه ذكيه جدا خدت مع الناس. طيب دائما استاذ طارق يفجر لنا مفاجآت مستمره. ما احنا جايين للموضوع بس انا استاذن هروح لفاصل. هنرجع بقى من الفاصل نتكلم حبه على دراما رمضان ورؤيه استاذ طارق الشناوي للدراما الرمضانيه. كل عام وانتم بخير. استاذ طارق لسه قايل لي حته جمله خلتني قاعد اعمل وقتي بضحك من جوايا ضحك، لازم ارفص كده واتنطط. المهم خلونا نجدد الترحيب مره تانية بكاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. وهرجع على دراما رمضان، كيف بقى هنا يرى استاذ طارق الدراما الرمضانيه اللي احنا مقبلين عليها من حيث التنويع زي ما يمكن حضرتك تفضلت في بدايه الفقره، ومن حيث ايضا التوزيع وعدد النجوم. يعني حد من صحابي مش فاكر مين من زمايلي كان بيقول لي عمليا رمضان السنه دي كله شغال في كتير. طب صعب تقول كله، مستحيل في العالم كله ماشي. الناس كلها، بس في جزء كما كانش موجود ورجع، زي ما اتكلمنا من شويه عن توفيق عبد الحميد. توفيق طبعا. اللي انا كمان ممكن يستوقفني فكره انه محمد رمضان مع محمد ياسين. اظن دي المعادله دي هتبقى اخطر معادله موجوده. ليه؟ محمد رمضان طبعا نجم كبير وعنده شعبيه وجماهيريه طاغيه، ولكن رمضان دايما موجود في الاعمال بإرادته، يعني له إرادة على كل التفاصيل، يفعل كلمة. برافو عليك. على التأليف وعلى الإخراج وكله. أوكي. المرة دي لا، محمد ياسين مش بتاع الكلام. المرة دي في مخرج، وده ذكاء من رمضان إن هو طبعًا. قرر إنه يشتغل مع مخرج. وعايز أقول لك إنه أنا فاكر رمضان من حوالي مثلا 10 سنين كان في مشروع واحد عند الدود عبد السيد اسمه حب، وواحد عند محمد خان اسمه مصول والقنبلة. يعني عايز أقول هو كان فاهم من زمان ان لازم يبقى في مخرج. وطبعا لما تقول داوود او خان يعني معناها في مخرجين، في اراده مخرج زي محمد ياسين. اراده في هنا مؤكد، هتلاقي محمد ياسين موجود في مشوار في الدراما وفي الاخراج. الامر غير المشكوك فيه انه رمضان زكي فنان موهوب، مفيش شك. لا موهوب ونجم عنده، يعني فكره النجوميه عنده كبيره. نجم، هو نجم طبعا. نجم طبعا. وممثل عنده كمان اضافه. في نجوم بيبقى يعني فن اداء الممثل عنده قليل. لا رمضان ممثل ونجم، لكن عنده حاجات بتحتاج لضبط بقى. ايوه. لو في مخرج المره دي، في مخرج ومخرج مشهود له. شوف طبعًا. افراح القبه كان طبعًا. من 4 سنين تقريبا افراح القبه مش كده؟ شوف. يعني مخرج بقى، مخرج ما فيش عنده حاجات كده بيسيبها لذكاء الممثل لا، او لاراده الممثل لا. هنا كل حاجه تبقى مضبوطه، اتصور كده. طبعا المخرج الذكي زي ياسين، وده تلميذ مين؟ تلميذ عطف الطيب. عارف ان في مساحات يسيبها للممثل، بس مساحات مقننه. اوكي. يعني اكيد هو شايف في حتت هتلاقي انه رمضان الممثل فيها موجود، بس موجود ايضا بعين مخرج. حلو قوي. طيب انا يمكن عاوز شويه اتطرق لمساله عوده الاستاذ توفيق عبد الحميد الله. للعمل مره تانية في الدراما بعد فتره توقف. ده في حد ذاته انا بشوفه شيء رائع
هو إنسان رائع وفنان رائع، وله يعني في الضمير الجمعي المصري والعربي يعني إيه إيمج، صورة ذهنية جميلة حافظ عليها. عمرك ما تلاقي الأستاذ توفيق عبد الحميد بيستجدي شغل أو بيتكلم عن شغل خالص وتطلع عليه مليون إشاعة، ملوش دعوة بالكلام اللي بيتنافر ده. رجل يعني على كل مستويات الفني والإنساني. عشان كده أنت لما بتيجي تصنع قيمة مش بس أنت على الشاشة إيه أو رصيدك إيه في الأغاني، لا أنت كمان مواقفك إيه. فراجل مواقفه جميلة، الناس صنعت منه من أدواره نجومية. يعني يمكن فكرة أن يتصدر الشاشات والأفيشات دي مش قائمة، أو التترات يبقى هو رقم واحد، مش ده الموضوع، لكن هو رقم واحد في وجدان الناس، وده الأجمل وده الأبقى كمان، أنك أنت من فرض صدق هذا الرجل واعتزازه بكرامته وثقافته وترفعه، هو حالة تستحق أن الواحد يعني يدرسها قوي. احنا مع الاسف احنا يعني علاقتنا مش وطيده، بس في بيننا هذا العمق، انا شايفه كويس. يعني انا من الناس اللي شايفين استاذ توفيق بشكل جيد جدا. اصل انا اتفق مع حضرتك قوي في ايه او في كل اللي قلته، خصوصا ان هو فعلا حتى وان كان البني ادم لا يمتلك علاقه مباشره حتى بالاستاذ توفيق، الا انه اي حد من المشاهدين يحسسك ان هو ايوه احنا عارفينه وبنحبه. لا واحترام، يعني خد بالك، يعني في صفة الاحترام لصيقة بهذا الرجل. محترم قوي. أيوة الناس لازم لما تشوفه تحترمه، فهو عنده الحتة دي. ما عمرك ما تلاقيه داخل في معركة، ده الكلام ده من زمان، أقول من بداياته لم يدخل في أي معركة جانبية، عمره ما استعجل النجومية. النجومية هي اللي كانت بتبحث عليه، بيطلع من دور لدور وبيأثر علينا من دور لدور، والناس ومساحة الحب بتزداد أيضا، حتى البعد بيتحول لحب. أكيد سنوات الغياب عند الفنانين الكبار بتبقى حضور، منهم توفيق عبد الحميد غيابه يتحول إلى حضور، في بقى بعضهم اللي ما عندوش حاجة حضوره يصبح غيابا، كلما حضر يغيب، كلما غاب يغيب. لكن أستاذ توفيق أكثر سلبية. أستاذ توفيق يعني حاضر وهو غائب، وحاضر أكيد وحضوره بيزاد وهجا وهو في عمل فني. يعني خلال 48 ساعة كلنا هنتفرج عليه بإذن الله. أنا بعتقد ده واحد من أكبر وأحلى مكاسبنا في رمضان ده، عودة الأستاذ توفيق مرة تانية لل... أنا سمعت للشاشة. أنا قريت له حاجة، هو حتى مع ريهام قال لها أنت بنتي، يعني هي زار طلع بنته في الدراما، ده اللي فهمته برضه وارد. فقال لها أنا أكتشف 48 ساعة أنا ما عنديش بنات، فأنت بنتي بالمعنى ده. احنا في انتظار رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبه يا استاذ طارق، والناس كلها طيبه. رمضان كريم، الله اكرم، ولازم هنلتقي بقى في رمضان نقعد نحلل ونفصل الامور تفصيلا. يشرفني. ونتسحر سحورا دسما لما اشك فيه يصيبنا بالعطش. انا بسمع كتير منك كلام على هذا النحو بس ما بيتحققش، بس اوكي أرجوك مش كده، مش قدام الناس، مش قدام الناس. بس احنا متفقين ان انا هعمل طبخه لطيفه، عشوه خفيفه للاستاذ طارق مخصوص، بس كل مره ما برضه بيسافر، ما انا اعمل ايه؟ هو الراجل يعني رجل مطلوب في كافه. لا انا في رمضان قاعد لك. رمضان قاعد. والله اوكي، تنورنا. اوكي، ده احنا نتشرف. كل شكر لحضرتك مره ثانيه. شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعيده علينا جميعا بالخير وباليمن والبركه. احنا هنبقى موجودين معاكم برضو في رمضان ان شاء الله، هتختلف بس المواعيد، وهتلاقوا كل الحاجات موجوده قدامكم على شاشه الاولى. تابعونا دائما تجدوا ما يسركم. اما انا فانا كده روحت، وعلى طول هتلاقوا داخل عليكم حالا كريم رمزي سالما غانما ينورنا، وبرنامجه هو إيه بقى؟ رقم 10. أما نحن دائما معكم في التاسعة. سلامات.